أهلا بكم من جديد وإلى فقرة ضيف الحدث هذه المرة، والتي سنسلط الضوء فيها على مشاركة المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد في بطولة كأس العالم الرابعة التي استضافتها جنوب أفريقيا بتنظيم من الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد. منتخبنا الوطني في هذه البطولة توج بالميدالية الذهبية للفردي على سلاح السيف بواسطة المتسابق الوطني صفوان المعمري، الذي تمكن من خطف الميدالية الذهبية بعد منافسة من 36 متسابقا من 9 دول. تفاصيل كثيرة مشاهدين الكرام لهذا الحدث الكبير الذي استضافته جنوب أفريقيا، ونسعد باستضافة ضيوفنا في الاستوديو هيثم بن محمد اللواتي أمين عام الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد. أهلا ومرحبا بك أستاذ هيثم. السلام عليكم. سلام. حياكم الله. كما نرحب بالفاضل حمود بن سالم الريامي رئيس وفد المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا يا عبد الله. سعيدين بتواجدكم معنا بداية، ونبدأ مباشرة. أبدأ معك هيثم، يعني منذ تأسيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد في 2013 واتخاذ أيضا العاصمة مسقط مقرا لهذا الاتحاد، نلاحظ هناك تسارع كبير في الخطى لنشر هذه الرياضة. نعم بالفعل أخي عبد الله، الحمد لله وصلنا اليوم إلى 45 دولة مشاركة معنا في الاتحاد، مثل ما ذكرت مقرها في مسقط ولله الحمد. هذه رابع بطولة كأس عالم لنا، أول بطولة كأس عالم كانت في سنة 2014 في السلطنة و2016 في مصر و2018 كانت في العاصمة أبو ظبي، ولكن بسبب جائحة كورونا اضطرينا أن نأجل الكأس العالم الحالي إلى 2023 اللي كان في جنوب أفريقيا ولله الحمد. نعم، تسارع خطى بشكل كبير جدا، ولاحظنا أيضا هناك انتشار لهذه اللعبة. البعض يتحدث أن هذه اللعبة هي لعبة الأثرياء أيضا، لما أيضا يعني احتياجات الخيول هذه لعناية كبيرة من ناحية التغذية والتدريبات وما إلى ذلك. ولكن أيضا لاحظنا حتى على مستوى سلطنة عمان هنالك انتشار كبير جدا لمرابط الخيل للاسطبلات، وهنالك أيضا اهتمام كبير جدا بالفروسية، وهذا يدلل على نقطة مهمة جدا وهو الاهتمام بهذا النوع من الرياضات. ولله الحمد بالفعل، ولكن أحب أقول لك أن هذه اللعبة ليست فقط للأثرياء، بل بالعكس تماما. الميزة في هذه اللعبة والميزة في اتحادنا أن انتشر بسبب جدا سريع ومتسارع، أنه الدولة المستضيفة هي اللي تقدم الخيول. فلله الحمد في كل دولة احنا نروحها، مثلا في آخر بطولة كأس عالم جنوب أفريقيا قدمت 56 خيل للمتشاركين 36 من 9 دول، فهذا يسهل عملية التكاليف، فما في خيول أبدا راح تطلع تنقل. فلله الحمد شفنا أنه هذا الشيء من مصالحنا احنا كاتحاد هذا دولي. في كل الدول هذا، نعم هذا اشتراك موجود. نعم، فلذلك يقل التكاليف على الاتحادات وعلى الافراد كذلك. في كثير من الدول مثل ما شفنا حتى في عمان او خارج عمان كذلك، بعض الفرسان هم يجيبوا خيولهم اذا حابين، كون انهم موجودين في نفس الدوله. بعضهم يعيروها مثل ما حدث في بعض التصفيات كاس العالم. فالحمد لله انه المتكاتف اتحاد متكاتف بين الدول والاعضاء. لكن عندي سؤال يعني قبل أن ننتقل أستاذ حمود، أنت تحدثت أن الدولة هي من توفر الخيول هذه. دائما احنا أنا أعلم تماما أن هنالك علاقة وطيدة بين الفارس وفرسه. نعم. كيف ممكن أنا يعني أصنع هذه العلاقة الوطيدة بين الفارس وبين الفرس إذا كنت أنا يعني لأول مرة أتعامل معها؟ لذلك احنا نبدأ قبل البطولة بيومين، فرح يدخل عندك البياطرة يشيكوا على الخيول، إذا كانت الخيول مستوفية الشروط مع التشيبس اللي يحطون فيها، فيبدأ الفرسان بالقرعة أو تبدأ القرعة، الفارس يحصل فرسه مرقمة ويبدأ هو يحاول مثل ما تقول خلال اليومين يتودد. نعم، وبالله الحمد ما في أي مشاكل صارت في هذه البطولة، بطولات السابقة إذا كانت مثلا إصابة للخيل أو شبيه بشيء بسيط جدا، ولكن هذا شيء طبيعي كون أنه أنت 3 أيام عندك بطولة، فيستوي إرهاق للخيل. ولكن لله الحمد مثل ما تفضلت الفرسان ذو خبرة، وشفنا هذا الشيء ولله الحمد في البطولة الأخيرة. وأيضا هذا يدلل على أيضا يعني نجاح هذه البطولة. حمود، أبدأ من حيث ما انتهى أستاذ هيثم، تحدث على أنه يعني
الدولة المستضيفة لهذه البطولة هي من توفر الخيول، وأعتقد هذه تسهل عليكم مأمورية كبيرة جدا، وهي مسألة نقل الخيول وما إلى ذلك وشحن هذه الخيول وعناء السفر، ويجب التواجد قبل بفترة أساس أن الخيول أيضا تأخذ قسط من الراحة. إنجاز مع هذا الإنجاز، والاتحاد أيضا يقدم تسهيلات. نعم يا عبد الله، مثل ما تفضل الأستاذ هيثم، وجود هذه الاشتراطات التي تسهل على الدول استضافة مثل هذه البطولات، وأيضا تسهل على الدول المشاركة ومتسابقيها التواجد، لأن أصبحت أيضا تكلفة الخيول ونقلها من دولة إلى دولة مكلف للغاية. لذلك سلطنة عمان ممثلة بالاتحاد عمان الفروسية أيضا استضافت أول كأس عالم في 2014 وخاضت نفس التجربة، وتواجدت من أفضل الخيول المخصصة لالتقاط الأوتاد. كانت في مسندم؟ لا، كانت في مزرعة الرحبة. والبطولة اللي كانت في هذه في مسندم كانت للفتيات. نعم. كبطولة نوعية من البطولات التي يطرحها الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد. جميل. ومنتخبنا الوطني أيضا عندما شارك في هذه البطولة كأس العالم الرابعة في جنوب أفريقيا، أيضا الفرسان يمتلكون المهارات وأيضا القدرات، هم متخصصين في هذه الرياضة. يعتمد طبعا الفارس بنسبة 75% على مهارته، والخيول بنسبة 25%، عكس باقي الرياضات قفز الحواجز وسباق الخيل والقدرة والتحمل، هي تعتمد أكثر شيء على الخيل، لكن هذه الرياضة تعتمد على مهارة الفارس أكثر من الخيل. جميل. لذلك ممكن إعارة الخيول من الدول المستضيفة. جميل، وهذا أيضا يسهل عليكم أمور كثيرة. نتحدث عن هذا الإنجاز اللي تحققه، الذهبية اللي حققها أيضا صفوان المعمري، ذهبية الفردي على سلاح السيف، أعتقد أنه أيضا إنجاز جيد حقق للمنتخب الوطني. نعم، البطولة مكونة طبعا من ثلاثة أيام تقام فيها منافسات السيف والرمح وأيضا الفرق المتنوعة. استطاع متسابق منتخبنا الوطني صفوان المعمري تحقيق الميدالية الذهبية في اليوم الثاني على مستوى السيف وسط منافسة 36 فارس من 9 دول. هذا الإنجاز يعتبر يعني إنجاز كبير على مستوى الفردي ومستوى هذه الميدالية، يعني يعتبر هو الآن أفضل فارس على مستوى العالم في رياضة التقاط الأوتاد في مستوى السيف للفردي، وهذا أيضا يعطي تواجد حقيقي لسلطنة عمان في هذه الرياضة، وهي أيضا رياضة تأسست بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا فضل سلطنة عمان وحكومتها الرشيدة بتواجد الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ومقره مسقط. بوجهة نظرك الخاصة أستاذ حمود، أنت اليوم يعني كنت رئيس الوفد لكن كنت حاضر ومتابع بشكل كبير للمنتخب الوطني، كيف كان ظهور المنتخب فنيا في هذه البطولة؟ هو لا يخفى على أحد أنه المنتخب الوطني تمكن من التواجد وسط أجواء وتضاريس قاسية، البرودة الشديدة في تلك الفترة كانت عامل مؤثر سلبا بعض الشيء، وأيضا الرياح الشديدة التي تهب بين فترة وأخرى والأمطار أيضا التي تهطل بين حين وآخر وعوامل مختلفة ربما تأثرت معظم الفرق، ولكن فنيا ربما تطور فرق ومنتخبات الدول الأخرى بشكل متسارع في هذه اللعبة، أعطاها حق الوصول إلى طبعا نتائج أفضل وتحقيق ميداليات أكثر في هذه البطولة. أكيد أستاذ هيثم، لاحظنا أنه هناك وجود أيضا تنافس شديد من قبل المشاركين، وهذا ما أدى إلى حسم بعض الألقاب بجولات تسمى بالتايمز. لو نتحدث ونوضح للمشاهد الكريم أيضا طريقة حسم هذه الجولة، تعتبر هي التمايز، وبالفعل صارت في اليوم الثاني على المركز الثاني والثالث بين السعودية وباكستان، فجولات التمايز تكون لما الوتد ينحط على 4 سنتي بدل 6 سنتي، وعامل الزمن يختلف كذلك.
فإذا في الحالة هذه الفارسين عبروا الوتد وما أخذوا إنزين ويحسب على عدد الثواني، فهذه تعتبر في التمايز، وهذا اللي يخلي الرياضة أي تميز شخص عن آخر. وفي هذا نفس هذا اليوم اللي صار فيه التمايز اللي هو الفارس العماني صفوان هو اللي حصل على المركز الأول. وهناك أيضا يعني هذا يدل على وجود شدة تنافس. إحنا نعم نتحدث نعم عن يعني التعادل في على مستوى مثلا الجولة مثلا أو الجولات الماضية، ويلجأ الفريق أو اللاعبين إلى التمايز وهو اللي يحسم اللقب فيما بين الاثنين. هناك بالتأكيد أعتقد أنه في وجود أيضا فعاليات مصاحبة لمثل هذه البطولات، ويستطيع من خلالها ايضا يعني صاحب يعني المربط او الاسطبل الاستفاده من مثل هذه، او حتى المهتم بمجال مثلا البيطره في الفروسيه او حتى بالنسبه للمدربين. بالفعل احنا في كل بطوله سواء تاهيليه او بطوله دوليه عندنا دورات تدريبيه من حيث للمدربين وللحكام وللبياطره، ولله الحمد في اخر دوره هي لكاس العالم اللي صارت كان عندنا اكثر من 40 مشترك من بين أكثر من 12 دولة تقريبا، فحتى في كثير من الناس حضروا من خارج جنوب أفريقيا، من خارج 9 دول اللي مشاركة عشان يشاركوا في هذه الدورات، لأنه تعطى بعدين إشارات فضية ذهبية، ومن ثم الشخص سواء كان حكم دولي أو حكم ذو إشارة فضية أو ذهبية يتأهل إلى بطولات أخرى ويقدر يشارك فيها. وبالنسبة لنا كاتحاد دولي هذا شيء أصيل، لأنه نبى نخلق إحنا كوادر وطنية من كل الدول. نعم. وهذا يميز الاتحاد وسبب انتشاره كذلك، ويقلل التكلفة كذلك في البطولات الدولية، بدل ما احنا نجيب حكام ولا حكام من خارج البلد نفسه، لا يكون عندهم حكام موجودين من نفس الدولة مع شارات فضية أو ذهبية قادرين أنهم يقيموا بطولة. نعم. البطولة نعم. أمر جيد. نعم. خصوصا أيضا مثل هذه البطولات أيضا هناك العديد من الفعاليات ممكن أن تكون مصاحبة لمثل هذه البطولات، وأعتقد أن الهدف من إقامة مثل هذه البطولات كما تحدث أستاذ أو مثل هذه الدورات أنه تجعل البلد جاهز سواء لمدربين أو حتى لأطباء، خصوصا يعني حاجة البطولة أيضا لتواجد أطباء بياطرة على مدار الساعة لأيضا حدوث أي طارئ أو حتى مدربين. أستاذ حمود، بالنسبة للمنتخب الوطني بعد هذا الإنجاز تحقيق المركز الرابع، أنا أعتقد أنه هو كان يسعى دائما إلى أن يحقق مركز أفضل ومتقدم، لماذا لم نكن بين المراكز الثلاثة الأولى؟ حقيقة المراكز الثلاثة الأولى لم تكن بالأمر السهل كما يظنها الكثير، لكن يستطيع المنتخب أن يكون عندنا عدد من المتسابقين ذات الخبرة الجيدة، وتمكنوا أيضا من المشاركة في هذه البطولة والتنافس على لقبها. لكن أيضا ما لاحظنا وجود بطل كأس العالم في نسخته الأولى جنوب أفريقيا لم يكن يتواجد إلا في المركز السادس، وهو ما بين أرضه وجمهوره. حقيقة لا نعلل نحن هذا السبب عدم تواجد المنتخب، ولكن التطور المتباين في رياضة التقاط الأوتاد واضح للعيان ما بين المنتخبات، بمعنى يجب على أي دولة تشارك في هذه البطولة أن تكون مستعدة وقادرة ومؤهلة لفرسانها بشكل مستمر، وهذا ما نتمنى، وهذا مطلب طبعا لجميع الدول وليس لمنتخب بعينه. أكيد أكيد هذا أمر مهم أستاذ حمود، حتى خصوصا أيضا على مستوى المسابقات القادمة. في نص دقيقة أستاذ هيثم، ما هي الاستحقاقات القادمة لاتحاد التقاط الأوتاد؟ بإذن الله احنا حاليا جالسين نرتب نفسنا نعمل بطولة أخرى قبل نهاية السنة. مثل ما تعرف كان عندنا 4 بطولات تأهيلية لكأس العالم ثم كأس العالم، فعندنا بطولة، عندنا 3 دول متقدمة، 3 دول متقدمة على أساس أن يعمل بطولة قبل نهاية السنة. جميل. وعندنا اجتماع إن شاء الله مجلس إدارة قريب وراح نتفق عليها بإذن الله، بس راح تكون بطولة جميلة إن شاء الله في دولة عربية إذا الله أراد بإذن الله تعالى. واحنا نتمنى لكم التوفيق أيضا. الأستاذ هيثم بن محمد جواد اللواتي أمين عام الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، شكرا جزيلا لك.
لك. شكراً للفاضل حمود بن سالم الريامي رئيس وفد المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد، وشكراً جزيلاً، نبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً لكما، وشكراً لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المشاهدة والاستماع. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة يوم غد، يتجدد اللقاء بكم بذات التوقيت وذات الموعد. نلقاكم وأنتم في خير وعافية، إلى اللقاء.